امتداد الربط الكهربي للسودان بطاقة بتبدأ من 50 ميجا وات ثم تصل تتدرج يعني يوم 12 يناير يعني أي بعد أيام، ثم بعد ذلك تزيد إلى 200 ميجا وات، عنصر مهم جدا في الأمن القومي المصري. احنا أهملنا كثيرا جدا السودان، طبعا جزء من المسألة كان متصلا بإهمال إفريقيا بعامة، ربما منذ وقعت واقعة محاولة اغتيال مبارك في أديس أبابا سنة 1994. هذا الإهمال طبعا مما لا يبكى عليه لأنه مضى وأحدث أثاره السيئة بالفعل، لكن إعادة بناء تصور لابد من إعادة الربط مع السودان، خاصة أن السودان الجديد بعد تصفية حكم الكيزان أو حكم الإخوان يعاني مشاكل اقتصادية جامة جدا. طبعا من المعروف أنه في اليومين الأخيرين دارت مناقشة واسعة جدا بين قوى الحرية والتغيير الحاضن السياسي لحكومة عبد الله حمدوك حول فكرة رفع الدعم عن أشكال معينة من الطاقة أو المحروقات. في أزمة اقتصادية في السودان، لابد لمصر أن تمد يدها إلى السودان، وهذا له ارتباط أيضا بقضية سد النهضة وغيره، لأنه الذين روجوا لسد النهضة في السودان إلى حد أيام البشير، يعني أقصد أيام البشير، تحالفوا مع أثيوبيا كأنه مشروع سد النهضة مشروع يعود بفائدة على السودان أكبر من الفائدة التي يعود بها على أثيوبيا. تحدثوا طويلا عن فكرة أن أثيوبيا ستوفر لنا طاقة كهربية نشتريها بسعر منخفض أو شيء من هذا القبيل، مع أن وهذا أمر يجب إبرازه، إحنا بنتكلم في أكبر دولة اللي هي أثيوبيا في أفريقيا تقريبا، يعني دولة ضخمة جدا، بنتكلم حتى أقصى حلم الأثيوبيين في توليد الطاقة الكهربية من سد النهضة بيتكلموا عن ما بين 4800 ميجا وات إلى 6000 ميجا وات. فهنا يعني هذا إجمالي الطاقة الكهربية المولدة لدى أثيوبيا، بافتراض أن الأمور مضت كما يخططون وهذا مستبعد في تقديري، غير كافي حتى لتوفير احتياجات بلد كبير كأثيوبيا، لكن مصر حين تتقدم بفوائد طاقتها الكهربية إلى السودان في هذا التوقيت فهي تدعم الحكم الجديد في السودان، تدعم فكرة السودان الجديد، لأن هناك عديد من المشكلات، في مشكلات اقتصاد معروفة من الديون إلى عجز الموازنة إلى آخره، طبعا اضطروا في الآخر إن هم يأجلوا فكرة رفع الدعم عن الطاقة، لكن في تحديات سياسية أيضا، في إمكانية يجب أن ننتبه إليها لحدوث انقلاب عكسي من الكيزان في أي وقت بصورة عسكرية أو غير عسكرية. فهنا من المهم جدا أن نراقب كيف أن السودان الجديد حتى في القضية التي تجمعنا وتشكل هما مصريا في ذلك الوقت في هذا الوقت وهي سد النهضة، تحول موقف السودان الجديد عن موقف السودان البشير إلى بدلا أن كان في صف أثيوبيا أصبح محايدا ثم أقرب إلى تفهم اعتبارات المياه حقوق المائية المصرية.